انتوا اخواتنا واهالينا، لو طلبت منكوا تدوا نصيحة لأهالينا اللي في سنكوا، سواء الشباب دلوقتي نوعين، يا إما لا أنا عايش في جلباب أبي أنا مش هشتغل زي أبويا، يا إما هعيش على قفا أبويا، يا إما هو كفاية كده. ادوا نصيحة من عائلة الربيع للشباب، يعني نقول له يحاول يسعى وما يأسش، وما يعني خلي طموحه يعني على قد إمكانياته. يعني ايه طموحه على قد امكانياته؟ يعني ما يبصش لبعيد، يعني يفضل ناجح وحابب الحاجه اللي على قد دلوقتي، ويفكر لها ان هي تنجح ازاي، مش يفكر ان هو عايز يبقى فوق كده على طول. النصيحه للشباب كلها، حاول تنجح وتجتهد، عشان انت لما بتنجح وتجتهد في ناس بتفرح، ابوك امك اخواتك كل ما بيفرح، فانت حاول عايز تفرحهم انجح. الناس اللي حواليك بتفرح. الأستاذ مجدي الربيع، الأستاذ وائل الربيع، أنتوا نموذج مشرف من أهالينا من الشباب. ربنا يخليك يا رب. أنا ماسكة نفسي بالعافية يا جماعة، والله العظيم الريحة فظيعة، اللهم بارك. الله يخليك. أنتوا تستحقوا النجاح. الفرصة لا تأتي إلا لمن يستحقها، وأنتوا تستحقوها. الحمد لله. والدكم ساب لكم حاجة أنتوا طورتوها، شغلتوا دماغكم، تعلمتوا، طورتوا، عملتوا اسم، اشتغلتوا في صمت، ولذلك أنتوا تستحقوا ان احنا من اهالينا نقول لكم شكرا على لسان اهالينا. احنا اللي متشكرين جدا ربنا يخليك يا نورتونا. لا 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 احنا منورين بابا كلها والله، فعلا نورتونا. ويا كل اهالينا شبابنا ناجحين واشتغلوا بايديهم وطوروا لباباهم عملوا. اللي عايز يقابلنا بقى يجي لنا هنا بعد كده حوش الربيع، بتصوير من غير تصوير احنا بحوش الربيع. نورونا، شرفتونا، شرفتونا، شكرا جزيلا.